سلام عليكم يا حلوين. كشف مش المقطعنا اليوم الحلقة الأخيرة من سلسلة ماستر كرافت. للأسف يا شباب الحلوان هاي الحلقة الأخيرة من سلسلة ماستر كرافت، بس ما عليكم يا شباب، إن شاء الله أكو موسم ثاني ورا هاي الحلقة. إن شاء الله راح نسوي موسم ثاني، وأنتم همان يا شباب إذا تبون تدخل الموسم الثاني سهلة إيزي شباب، تروحون تحت بالتعليقات، شنو التعليقات أقصد تحت بالوصف وتحت بالديسكريبشن راح تلقون الإيميل، روحوا ارسلوا لي رسالة وانطوني الرابط حق الديسكورد مالتكم وخلاص أنا أدخلكم. أوكي فايبا شباب الحلوان، لايك اشترك بالقناة اذا مو مشتركين، ويلا شباب رجعوا شباب. اوكي شباب الحلوين، نبدي برقم اثنين اللي هو رفايال. مسوي لنا تلفزيون كبير، مسوي لنا بلاي ستيشن بي اس 4. الصراحه والله شباب هذا المبنى او هاي البناء الصراحه كلش كبير ومتعوب عليه. هذا هو رفايال بما يعادل 61.9، مصوتينها 1721 شخص. او ماي جاد يا شباب، هذا هو رفايال رقم اثنين. نجي الرقم ثلاثه اللي هو محمود اكس دي، مسوي لنا تليفون شباب. عرفتون هذاك التليفون القديم قديم مره، ذاك النوكيا. اوكي المهم محصل على 713 شخص بما يعادل 25.7%، وهذا هو التصميم مالته محمود اكس دي، صراحه تصميم كلش حلو. اوكي نجي الرقم 7 لاوهريدكس، وللاسف اللي راح يطلع ويانا من السلسله، محصل على 345 تصويت بما يعادل 12.4%، مسوي سيت اب كامل، شاشه كمبيوتر، ماوس، كيبورد، صراحه مقصر بس للاسف محصل على اقل عدد تصويتات. هو الصراحه شباب 345 تصويت اعتبر يعني شيء حلو، بس للاسف شو نسوي. اوكي شوف الحوين، هسه قبل ما اطلب من يمهم التصميم هسه خنشيل كل التصاميم. الصراحه راح نشيل كلهم، هذول الثلاث تصاميم نشيلهم وراح نطلب من يمهم التصميم، وراح نعطيهم كالعاده شباب 20 دقيقه. يلا ليتس جو. اوكي شوف الحوين، واخيرا شلنا كل التصاميم. الصراحه شباب تعبنا، عدنا بنينا هذول التصاميم حق ما ادري شو اسمهم. المهم كالعاده شباب راح نعطيهم 20 دقيقه، وهسه راح اطلب من يمهم التصميم. اوكي شباب شوفوا محمود اكس دي يقول لنا ضيف لنا 10 دقائق. يلا شباب عوافي، بما ان الحلقه الاخيره خلاص نضيف لهم 10 دقائق زياده. اوكي هسه شباب دقيقه، خلي افعل المؤقت وبعدين اقول لهم. اوكي قبل ما افعل المؤقت، اوكي يا شباب ابيكم تبنون ما ادري يعني حيوان اليف، قطوه، كلب. شباب دقيقة، لا حد يبني دقيقة. قطوة، كلب، كلوب، أي شيء. أهم شيء شباب لازم يكون حيوان أليف، عرفت شلون؟ يلا 3 2 1 ليتس جو. روحوا شباب، روحوا. هاي رفايال، روح ابني ابني رفايال ابني وين. اوكي خلاص فتح الانفنتوري، شوف يا بلوكات اللي بيشتغل بيهن. اوكي حلو محمود اكس دي شباب، والله الصراحه ما بعرف ايش راح يسوي لنا بالضبط، بس هذا شكله راح يبدي بالارجل. الصراحه ما ادري يا شباب بالضبط ايش راح يسوون بالضبط. شباب اتمنى تكتبوا لي انتم في التعليقات اللي يفوز شباب وش تبون ننطيه جائزه. ما ادري شباب، لا يجيني هسه تحت في التعليقات يكتب لي ننطيه $1000 يا اخي، لا ابي يعني هدايا معقوله، عرفت شلون؟ فايب اكتبونا في التعليقات. اوكي اوكي حلو شباب، هسه بالضبط عبر دقيقتين الصراحه محمود اكس دي لساته دا يشتغل، شكله راح يعطيني بالتفاصيل بشكل مو طبيعي. اصلا شباب هم عندهم الوقت يعني حتى يتاخرون مو مشكله، لان 30 دقيقه تخيلون شباب نصف ساعه يعني كلش وقت كافي حتى يصممون ايش يبون. اوكي هذا رفايل الصراحه ما ادري ايش يسوي. هذا شنو هذا شباب؟ هذا شكله قطار لو باص، ما ادري الصراحه منو. اوكي شباب ما نحكم عليهم من البدايه، خليهم يشتغلون وبعدين نقيم التصاميم. اوكي وزي ما قلت لكم يا شباب، اذا تبون تنضموا للجزء الثاني لهي السلسله اهم شيء شباب لازم يكون عندكم ديسكورد. اوكي انزلوا جوا بالوصف راح تلقون الايميل مالتي، روحوا ارسلوا لي وخلاص اكتبوا لي اسم حقكم في الديسكورد وها هي خلاص شباب. طبعا هاي السلسله تعتمد على الالتزام، لازم تلتزم لازم شباب، عرفت شلون؟ من اقول يوم كذا الساعة كذا تجون كلكم، عرفت شلون؟ بس للأسف يا شباب اللي راح يجي خلاص يطلع على طول، عرفت شلون؟ فيب هاي خلاص عبروا 4 دقائق بالضبط يا شباب رفايال شكله راح يسوي تشلوب. هذا تشلوب شباب، هذا لو جينا والله صراحة مو باين من الأول، بس والله شكله تشلوب يا عيال، والله صراحة ما أدري. أوكي شي حلو شباب، في 4 دقائق يسوي زي كذا، والله مو مقصر الولد. محمود اكس دي
والله ما ادري الصراحة، ما ادري ايش راح يسوي بالضبط، بس شكله دا يشتغل على الارجل. اوكي حلو، يلا شباب نرجع لكم بعد دقيقتين. شباب كل دقيقتين اصور، عرفت شلون؟ حتى ما يصير عليكم المقطع مره طويل. اوكي شبابنا الحلوين، محمود اكس دي دا يطلب من يمنا ان نحول التصميم مالته، لان الصراحه حشر نفسه. المهم نقلته هنا انا شباب، ما يعتبر غش الصراحه شباب، بس شو نسوي، حشر نفسه يعني ما يقدر يبني، لان كان هنا مره كان راح يدخل في الجدار، عرفت شلون؟ بس اني حولته بالنصف، فيعتبر شيء حلو، عرفت شلون؟ فيا اوكي شباب الحلوين، الناس تقريبا عبروا 8 دقائق بالضبط. او ماي جاد شباب، شباب هاي الشخصية ما ادري الصراحة، ما بعرف الصراحة شو هاي الشخصية، بس الصراحة ابدع فيها ذا، تعرفون هذا شكله قطوة لو ارنب لو كلوب الصراحة، ما ادري رفايل اكتب لنا ذا شنو ذا، ورع شنو هذا، كلوب قطوة، كات ده قال لنا هاي قطوة يا عيال بزوني. والله شكلها حلو، كيوت كيوت، اوه ماي جاد حلو، ما مقصر الولد في 7 دقائق مصمم هذا، والله فتشي اسطوري. اوكي نجي الرقم 3، محمود اكس دي امين، ما ادري ايش راح يسوي، سوى البنطلون وسوى هذول الارجل، ما ادري هسه اعتقد ده يشتغل على الايدين، حلو ما نحكم عليهم البداية شباب. اوكي شباب الحين الناس تقريبا عبروا 10 دقائق بالضبط، او ماي جاد الصراحة حلو شباب، بس المشكلة هاي الشخصية ما بعرف، عرفت شلون؟ بس والله حلو، والله حلو يا شباب، اقسم بالله حلو شباب الصراحة. اللي يعرف شنو اسمها هاي القطة خلي يكتب لنا بالتعليقات، حسب ما قال لي رافائيل ان هاي القطة اسمها نايني، والله الصراحة ما ادري شنو هاي شباب، اللي يعرفها اللي متابع افلام كرتون خلي يكتب لنا في التعليقات وش هاي، وش هاي الشخصية بالضبط، عرفت شلون؟ نجي الرقم 3، او ماي جاد شباب لسه التصميم مباين مرة، ما ادري الصراحة شباب شكله راح يبدي بالوجه الحين، بس التصميم لساته مباين يا عيال الصراحة، ما ادري ايش راح يسوي، بس شكله راح يسوي، ما ادري شباب شنو الاتشي، اكو حيوان بلون الوردي؟ والله ما ادري يا شباب، يلا ما راح احكم عليهم البدايه، خليهم يشتغلون لسه عندهم 20 دقيقه زياده، خليهم يشتغلون على كيفهم، عرفت شلون؟ اوكي يا شباب الحلوين، محمود اكس دي خلص الايد اليمنى، شكله الحين راح يروح للايد اليسرى، دا يستعمل في الرمل او الساند، والله الصراحه ما بعرف شباب الحين محتار وش ذا التصميم الصراحه، والله ما ادري، بس شكله حد الحين راح يكون شيء مره اسطوري مره بطل، عرفت شلون؟ اوكي نشوف رقم 2 ايش دا يسوي، اوه رافائيل شال هذا المبنى شباب، اوه ماي جاد، اوكي يا رافائيل رقع لك هذول يا ويلي، سوي لك زي كذا يا ويلي، اوكي اسف ما اساعدك بعد، ما اساعدك، اوه ماي جاد، والله صراحة التصميم حلو، حلو الصراحة عجبني اني، ومخلص يعني في 13 دقيقة مخلص هذا، بس زي ما قلت لكم شباب ما عرفت هاي الشخصية شنو بالضبط، بس حلو مسوي قطوة حلوة يعني كيوت، عرفت شلون؟ شبابهم الصراحة اثنانات بدأ يشتغلون شغل صح، زي ما قلت لكم شباب تخيلون في سلسلة كاملة كلهم طلعوا، بس بقوا هذول الثنان، اكيد شباب راح يكونون هم الاقوياء، هم المحترفين البناء المرة. اوكي فشكله محمود اكس دي بدأ يشتغل على الرأس، حلو اوكي رافائيل شكله خلص رافائيل، والله شكله خلص، حلو كفو رافائيل كفو، وش تسوي بالورد اديت يا ورع، ما تحتاج الورد اديت، بس يلا عوافي شباب رافائيل شكله خلص، حتى شباب صار يتدرب على الفاست بريدجينج، او ماي جاد حلو مسويها 3D بعد شباب، هسه عبروا تقريبا 21 دقيقة بقالهم بس 9 دقائق، مسويها 3D صراحة حلو، مستعمل هنا زي القوس قزح وما ادري شنو، بس والله التصميم اسطوري، عرفتوا شباب شلون؟ فوالله ما مقصر صديقنا رافائيل. اوكي شباب اذا عجبكم هذا التصميم دخلوا الرابط وصوتوا الرقم 2، اوكي رقم 3، او ماي جاد شباب هذا شكله بنت اللي راح يسوي الحين، دقيقة شباب هذا الشكل اعرفه، شباب هذا الشكل اعرفه الصراحة، مو غريب علي هذا الشكل يا عيال، او ماي جاد شباب بليز لا تقولون اللي في بالي، او ماي جاد شباب، او ماي جاد شباب بليز لا تقولون اللي في بالي، دقيقة عيال دقيقة، خلي نروق يب رافائيل همين ده يكتب لنا مو غريب، خلص رافائيل خلص او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد، شباب الحين بقى بس دقيقتين، او ماي جاد شباب، محمود اكس دي راح يرسم لنا ريتشارد، او ماي جاد خلصت
خلصت بس لو مكبر عيونها اكثر بيكون احسن. والله ما ادري الصراحه يا شباب. اوه ماي جاد والله كلش على التصميم شباب. واو صراحه شباب كلش خلاص. محمود خلصت محمود وراح تسوي اضافات. يلا اذا بس بقوا دقيقه ونص لسه شوي. اوكي اسرع شوي دقيقه ونص وراح نخلص. اوكي يلا روح. اوكي شباب الحلوين محمود اكس دي خلص وصار الوقت وكل شيء تمام. اوكي شباب هسه ارجع لك رقم 3. اوكي نسوي اخر لمحه على رقم 2. هذا هو رقم 2 شباب. اذا عجبكم دخلوا للرابط صوتوا الرقم 2 راح تلقونه بالوصف الرابط. اوكي هذا هو بشكل كامل رقم 2 حلو. هذا مسوي قطه ما ادري شنو مسوي شفقه او القبعه مالتها معتني بالتفاصيل مالتها حلو. هذا قوس قزح ما ادري شنو هذا بالضبط شكله علم فرنسا شباب. لا كذب امزح امزح. اوكي خلاص شباب هذا هو رقم 2. اوكي نجي الرقم 3 اللي الصراحه صدمني لليوم. محمود اكس دي مسوينا ريتشارد من افلام كرتون اسمه جامبل. ابو جامبل اعتقد. يب ابو جامبل. اوكي جامبل ودارون وما ادري شنو. المهم يا شباب هذا هو ريتشارد. اذا عجبكم اذا كان احسن تصميم عجبكم دخلوا على الرابط وصوتوا الرقم 3. اوكي فيب يا شباب اعتقد لهنا وصلنا نهايه المقطع. اتمنى عجبكم هذا المقطع. اذا عجبكم مقطع صدوا من بلايك اشتركوا بالقناه اذا مو مشتركين. وشباب بالمناسبه رابط قناتي الثانيه تحت بالوصف روحوا اشتركوا بها. وبس لايك 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 وبس مع السلامه.